ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا حليتوا كويس في المواد اللي امتحنتوها، اذا كانت عربي ولا باقي المواد التانية، ويا رب تكون الانجليزي حليته فيه كويس. اخبار الامتحان ايه؟ ان شاء الله يكون كويس. هو بصوا، الامتحان ما كانش صعب زي ما الناس بتقول، ولكن هو فكرة ان التشويس بتاع الامتحان كان محتاج بس كل جملة أفكر فيها شوية قبل ما أحلها، ولكن يعني إن شاء الله تكونوا كلكم حليتوا كويس، ويكون ربنا وفقكم إن شاء الله تجيبوا درجات كويسة. وأتمنى تكون التجربة اللي إحنا عملناها هنا في بريفاتو تكون طبعا مفيدة ليكم وتكونوا استفدتوا منها. عايز أقول لكم يا شباب إن أنتوا شفتوا الفيديوهات بسهولة جدا، ولكن كان في مجهود جبار من الناس اللي شغالين هنا في بريفاتو، تعبوا معاكم جدا جدا جدا. او اخص بالشكر للبشمهندس محمد كريم، استاذ احمد بدوي، واحمد التاني، فحقيقي كلهم تعبوا معانا. ومعلش كان في شويه سلبات صغننه، يا مستر الباسورد مش شغاله، موبايلك قديم شويه، نيجي نحول الفلوس مش عارفين نحول، الدنيا كانت صعبه. ولكن عايز اقول لكم ان احنا فكرنا في كل الحوارات دي قبل الامتحان بالظبط، احنا مصورين قبل الامتحان بثلاث ايام، فاكيد احنا الوقت كان هو العدو الاكبر بالنسبه لنا. فهي تجربه جديده، اتمنى انها تكون كانت مفيده ليكم، انكم تكونوا استفدتوا، ان ده يكون سبب في تفوقكم ان شاء الله وحصولكم على درجات كويسه. ربنا يكون معاكم ووفقكم، وان شاء الله باذن الله اللي انا علمته لكم في السنه اللي فاتت دي ينفعكم في مستقبلكم بتاع بكره بتاعكم. وانا مش بس عايز اكون علمتكم انجليزي بس، في حاجات كتير كنا بنتعلمها، اتمنى انها تكون فضلت معاكم وتكمل معاكم في حياتكم، وانكم تتعبوا وتجتهدوا، كل واحد يشتغل على نفسه جدا، عشان خاطر انا عايز بكره شباب حلو، شباب كويس، ينفع نفسه، ينفع اهله، ينفع بلده بكره. انتوا شباب جميل وشباب حلو، بس يمكن في شويه تش شويه. اتمنى كل الكلام اللي كنا بنقوله السنه اللي فاتت يكون سايب اثر في نفس كل واحد فيكم، واعرفوا ان انا حقيقي بحب كل واحد فيكم، وكل واحد فيكم له محبه جوايا، كما انا اتمنى اني انا ابقى ليا ولو جزء بسيط في قلب كل واحد فيكم، وتحسوا ان انا علمتكم حاجه. ولما انا اكبر شويه في السن، اتمنى لما تيجي سيرتي انكم تجيبوا سيرتي بالخير. اتمنى لكم يا رب مستقبل باهر، وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله، واشوفكم دكاتره ومهندسين وظباط ومحامين وحاجات جميله حلوه، لما يجي بكره بتاعكم افتخر بيكم، واتمنى لكم كل نجاح وربنا يوفقكم ان شاء الله. وافتكر لما تخش كليه، مش مهم كليه ايه، كان نفسك في كليه معينه تدخلها، مش مهم تخش كليه قمه على فكره، حتى لو انت عايز ده، المهم تبقى قمه في الكليه اللي انت راح تدخلها. افتكر ده كويس. ممكن انت تكون شايف نفسك دكتور عظيم بس ربنا شايفك صيدلاني رائع، ممكن تكون شايف نفسك مهندس كبير بس يمكن ربنا شايفك انك انت لو هتخش كليه زراعه هتعمل نهضه كبيره. فانت لو تعبت واجتهدت وربنا ما ادكش الحلم اللي جواك، ثق تماما ان ربنا شايل لك حاجه احسن. ربنا معاكم ويوفقكم، وان شاء الله تحققوا كل نفسكم فيه وتكونوا شباب حلو، نفرح بيكم، انا افرح بيكم، واهلكم تفرح بيكم، وبلدكم تفرح بيكم، وربنا يوفقكم. باي باي، مع السلامه.